كثير لفت انتباهي الحقيقة هذا الشيء الجميل اللي لازم نسلط الضوء عليه كلياتنا في ظل هذه الحرب الشرسة اللي عم تعانيها سوريا من حصار وغيره، وحرب من قبل الصفحات الصفراء التي لا ما عندها هم غير فقط تنتقد. فنحن بننتقد وبنوجه النقد، لكن بنفس الوقت لما بيكون في شيء جميل بيهمنا كتير نسلط الضوء عليه، لأنه هذا الشيء هو يخص الدولة السورية ولا يخص لا أجنحة من الدولة ولا شيء، الدولة السورية القوية. هذا عم تلاحظوا معي غرفة تخطيط السماء كيف كأنه هذا مثل هيك استديو بيعملوا فيه، يعطيك العافية، معزول لموضوع التخطيط السمعي وملحقاته. هذا طابق من الطوابق اللي عرفته انه طابقين الشعب الأذنية والفكية مثل ما عم تشوفوا معنا. طبعا نحن شغلت طلعت مباشر، يعطيكم العافية، صباح الخير، صباح الخير، يعطيك العافية. مثل ما عم تشوفوا معنا هي الشعب الأذنية، غرفة السمعيات كمان كلها تجددت بالكامل مثل ما عم تشوفوا معي في غرف. طيب أعطيني معلومة، غرفة زراء أسنان هون موجودة بهذا الطابق؟ موجودة مفتوحة شوفا، والطابق العلوي الأعلى كمان جدد. هلا بنطلع، يعني هيك عم تشوفوا معنا هذا الشيء اللي بياخد العقل. قلت لكم بالرغم من كل شيء اسمه حصار، رح أطلع لبين ما مفتوحة بالرغم، يعني بالرغم من كل شيء اسمه حصار، بالرغم من المعاناة التي تعانيها سوريا، بالرغم من النزيف الحاصل في الاقتصاد السوري جراء الحصار والعقوبات، إلا أنه عم نشوف شمعة مضواية، هي بفضل الله عز وجل وبفضل الدولة السورية القوية وبفضل عناصر هذه الدولة، أطباء والجيش الأبيض الرائع، الجيش الأبيض الخدمي. هذا بطلع أنا على الطابق الثاني كمان نفس الشيء تم تجديده.
انا صراحة عم فرق، فعلا فرق كثير عن قبل. قلت لكم انه مشفى الرازي كان كثير عم بيعاني، ومشفى الرازي كان قبل بحاجة فعلا لإعادة تأهيل وتجديد. اليوم عم نشوف انه هذا المشفى تم إعادة تأهيل طابقين بالكامل، غرف مرضى إذا مثل ما عم تشوفوا معي مشفى الرازي، وهي رئاسة شعبة الجراحة العظمية، الله يعطيهم العافية، الدكاترة موجودين. إذا ما رح أطول عليكم كثير، بي عنا الغرفة الزراعة اللي هن عاملينها جديد. برجع بأكد مرة ثانية، أنا والله جاي بزيارة لصديق الكابتن أسامة حداد اللي تعرض لإصابة، وجيت أزوره وتفاجأت الحقيقة مما شاهدته بمشفى الرازي من إعادة تأهيل. كان يحتاج فعلا إعادة تأهيل، لكن أن تكون عملية التأهيل بهذا المستوى فهي نقطة إيجابية جدا مهمة. و قلت لكم شمعة مضواية تحسب للجيش الخدمي الأبيض، ممثل بمؤنس. كنت معكم بمشفى، هلا صباح الخير دكتور، مشفى الجامعة وما شاهدته من عملية تطوير وتأهيل ونظافة الحقيقة لكل الطوابق. واليوم عم يعني نشوف مشفى الرازي التابع لوزارة الصحة، مديرية صحة حلب. فشي بياخذ العقل، وشي بيرفع الراس، وشي بقلكم انه نحن الكل يعاني، الطاقم الطبي مثله مثل اي موظف اخر يعاني الكثير. وهي غرفة زراعة الاسنان مثل ما عم تشوفوا معنا، بعدة متكاملة موجودة والعمليات مستمرة. إذا هذا الشيء اللي بيرفع الرأس، ما رح طول عليكم، هذا الشيء اللي بيرفع الرأس، هذا الشيء اللي بيخلينا دائما نكون متفائلين، وثقتنا تزداد الحقيقة بالقطاع الصحي وكل القطاعات التي تتبع للدولة السورية القوية إن شاء الله. وكل التوفيق لأبطال الجيش الخدمي الأبيض مثل ما عم تشوفوها، لا هالشيء اللي بيرفع الراس بمشفى الرازي. فدائما دائما وابدا النصر لسوريا شعبا وجيشا وقائدا. السلام عليكم.